مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني تولك. الضيف ديالي اليوم هو السيد عبد الصمد قيوح، وزير المغربي ديال الصناعة التقليدية اللي متواجد معنا في بروكسل. السيد الوزير سي قيوح، مرحبا بكم في بروكسل. شكرا لمغرب تي في وشكرا سي تيجاني على الاستضافة. انا قلت كما قلت استقبلت انا الوزير العثماني وزير الخارجية اللي معكم في الحكومة، قلت له غادي نقول لكم حتى انتما ما بقاش بزاف نقول لكم مرحبا بكم في بلادكم، راه هنايا المغاربه بحال متواجدين بكثره، راه بحال اللي في بلادكم، راه ما كاينش فرق كبير الا جلتوا شويه الشوارع ديال بروكسل تلقاو المغاربه في كل صوب واحد. بطبيعه الحال بلجيكا تواجد ديال الجاليه المغربيه الحمد لله بقوه، وهذا عنده تاريخ، وانا عندي علاقات قديمه مع عدد من الجالية المغربية، وسبقت لي أنني عملت واحد العدد ديال الاستاج وواحد العدد ديال التعامل التجاري مع عدد من الشركات البلجيكية، إذن أعرف جيدا مدى قيمة يعني التواجد ديال الجالية المغربية. إيش من عام، إيش من أول مرة جيتوا لبلجيكا السيد الوزير؟ أول مرة كانت حوالي 86 1984. يلا انتم يمكن تقول لنا الفرق بين 84 ودابا، لان مشيتو وجيتو، كيفاش كتشوفوا؟ فرق شاسع بطبيعه الحال، دائما في تحسن. انذاك ربما اتفقوا عليا كانت روي برابون هي اللي جا لبلجيكا، وما جا روي برابون، راه ما جاش لبلجيكا بحيث انه في هذيك الوقت مع كان الفرون بلج، فكان المغاربه اللي كيجوا باش يشري اتاي والتواب وديك الامبيونس ديال الشارع المغربي في ري برابون. بعد ذلك الجاليه المغربيه وسيرتو الجيل الاول والثاني ودابا الثالث اللي تقلدوا عدد من المناصب اللي الحمد لله نفتخر بها. أمس كنا عند رئيس البرلمان ديال بروكسل اللي هو من أصل مغربي، كذلك واحد العدد ديال الوزراء اللي من أصل مغربي. إذن الحمد لله الجالية المغربية هذا كيبين على الاندماج ديالها وعلى النجاح ديال الاندماج ديالها عموما، فهذا يتلج الصدر. اليوم راكم في بروكسل في شمن المناسبة سيد الوزير؟ جينا أمس في المساء لبروكسل لزيارة معرض بروكسل تاكسي توري تاكسي بحضور الصناعة التقليدية بعدد من الصناع التقليديين. هو هذه عادة لهذه المشاركة الثالثة، مشاركة ديالنا هذه السنة لزيارة الأروقة. كذلك زرنا أمس رئيس البرلمان ديال بروكسل أنا وزميلي وزين سي محمد وزير الشبيبة. بعد قليل عندي زيارة مع المناضلين ديال الحزب، وفي العشية عندي لقاء مع وزير ديال التكوين المهني في إطار اتفاقية اللي كتجمعنا جمعتنا وقعناها السنة الماضية. انت جهات والونيا وزير التكوين المهني جهات والونيا اكزاكتومون، اللي بفضل هذه الاتفاقية تم تكوين ديال واحد العدد ديال الشباب اللي هما من هذا الجيل الثاني اللي تكونوا عندنا في المغرب، جبناهم من المغرب وكوناهم في حرف الصناعة التقليدية بالخصوص في واحد العدد ديال الحالات اللي يمطلبوا. غادي نتكلموا على هذا الشيء بالتفصيل السيد وزير. زعما غير بغيت نقول لك اليوم حاضرين في الصالون المغربي ببروكسل كما قلتوا هذه المره الثالثه اللي كتشاركوا فيه، وكتشاركوا ايضا ولا الصناعه التقليديه حاضره بقوه في مجموعه ديال المعارض عبر العالم. يعني علاش كتختاروا او اختاريتوا هذه المشاركه في مجموعه ديال الدول سواء في اوروبا وامريكا واسيا؟ والمشاركة دائما كانت، اللي هو جديد أننا كنحاولوا يعني نعطوا قيمة إضافية للمشاركة ديالنا بطبيعة الحال حسب الفئات، سواء صناعة الفرادة أو التعاونيات أو بطبيعة الحال فيما يخص التجارة وفيما يخص المعاملات ديال الاستثمار، ما يسمى بالفاعلين المرجعيين أو ليزاكتور دو ريفيرونس. وفي بعض العدد من الأحيان كيكون عندنا المشاركة اللي هي مؤسساتية بارانستون دانستيتيوشنال اللي كنبرهنوا فيه
على التواجد ديال الصناعة التقليدية حتى لا نفقد ذلك الاتصال مع الزبناء، بالخصوص أسواق مهمة كسوق البلجيكي. إذن التواجد ديالنا اليوم كيجي في إطار هذاك التنسيق المستمر والتواجد المستمر ديال الصناعة التقليدية اللي انترك ولد الجالية ولد بلجيكا. ما كاينش بيت مغربي اللي ما توجد فيه الصناعة التقليدية وما توجد فيه الصالون المغربي، أغلبية ديالهم كان كيتستورد. الآن كاين صناع تقليديين مغاربة في لطابيسخي، في النجارة، في الحدادة، في عدد ديال المسائل. إذا كان واحد الاتصال، داك الاتصال ما خصوش يتنقطع، بل أكثر خصنا دائما اللي جديد، خصنا الوزارات وكب تواجد ديال ما هو جديد من تصميم جديد. إذا أنتم مين كتحضروا مثلا في الصالونات عبر العالم وفي بعض العواصم ديال الدول؟ مثلا مؤخرا كنت في باريس، الصناعه التقليديه كانت حاضره واحد المعرض كبير في باريس اللي خلق واحد الصدى كبير. واش انتم كتستهدفوا غير الجاليه المغربيه او اللي كتستهدفوا عامه الناس بما فيهم الاوروبيين؟ هو سي تيجيني عندنا جوج ديال التوجهات. اولا التوجه الاول هو يعني لا كونسوليداسيون، تاكيد على الاسواق الكلاسيكيه ديال الصناعه التقليديه المغربيه، بالخصوص بلدان كبلجيكا، فرنسا، المانيا، اسبانيا. ولكن كذلك عندنا توجه جديد هو الذهاب الى اسواق جديده التي لم تكن تعرف الصناعه التقليديه المغربيه، فكيكون ذلك عبر مراحل، لانه لما نعرض منتوجات الصناعه التقليديه كذلك نعرض المنتوج ديال السياحة، نعرض المنتوج الثقافي، نعرض صورة المغرب، نعرض تاريخ المغرب، وكنبينوا للسواح أو لهذ الزبناء شنو هو المغرب، بأنه المغرب واحد البلد اللي عنده 12 قرن ولا 14 قرن في التواجد، عنده تاريخ، عنده تراث اللي كتعبر عليه هذه الصناعة التقليدية. فاحنا كوزارة الدور ديالنا الواجب ديالنا هو مواكبة هذا المورود الثقافي اللي بطبيعة الحال كاين الجانب ديال التجارة ديال الصناعة التقليديين، ولكن كذلك له أدوار أخرى بجانب هذا. أنا نتكلم لكم على هذا، لأن أنا حضرت معكم وحصل لي بالصدفة واحد شاركنا في واحد المعرض في سلطنة عمان، مسقط. في مسقط. أنا كنقول دابا إلى جيتوا لباريس نقدر نفهم يعني سوق كبير أوروبا، ولكن شت بينما يعني حتى في آسيا كتمشي يعني، وشتنا الإقبال اللي كان عند الناس ديال سلطنة عمان على الصناعة التقليدية. أنا زعما شخصيا اندهشت تماك، عاد عرفت بينما كان واحد الإقبال على الصناعة التقليدية. يمكن أنتم كتلاحظوه أكثر مني لأنك تزوروا المعارض ديالكم، يعني وهذا الإقبال واش يعني منين جاي؟ يعني الأهمية ديالو واش للمنتوج ديال الصناعة التقليدية أو للناس أصلاً كيسمعوا على المغرب كيحفزهم أنهم يجيوا يشوفوا واحد المنتوج مغربي؟ والسؤال الآخر اللي نطرحه لك، شنو كيبغيو الناس أكثر في الصناعة التقليدية؟ شنو هما المواد مثلاً أو لي برودوي اللي عليهم إقبال أكثر من مواد أخرى؟ وسيتي جيني ولو انه كل كاع لي برودوي ديالكم مهمين، ولكن يمكن كان شي دي برودوي. الحقيقه جاوبتوا على ثلاثه الاسئله في نفس الوقت. الصناعه التقليديه المغربيه هي معروفه، ولكن معروفه اقل في واحد العدد ديال البلدان. التوجه ديالنا داخل الحكومه وداخل وزاره الصناعه التقليديه هو التوجه لاسواق لم تكن مفتوحة للصناعة التقليدية المغربية. مثلا المجموعة ديال البريكس، برازيل، روسيا، الهند إلى آخره. فيما يخص الشرق الأوسط عندنا توجه جديد، إضافة إلى المعارض التي نقوم بها لفائدة الصناعة التقليدية الفرضاء، عندنا توجه جديد. أننا مثلا كنعملوا هذوك لي روتشو أو ما يسمى لي بي تو بي، بيزنس تو بيزنس، اللي كنجيبوا شركات ديال الصناعة التقليدية اللي كتخضع لواحد العدد ديال المعايير ديال رقم المعاملة ديال الشيفر دافير، اللي مثلا كدير فوق من 20 مليون ديال الدرهم سنويا، واللي عندها واحد الاحترام ديال المعايير ديال الصنع وديال لا كلاسيفيكاسيون. كناخذوهم هاد الشركات يعني في جميع المجالات، سواء في صناعة الصالون، سواء في الخشب، سواء في المعمار. كنلاقيهم تمت مع زبناء من جيل آخر. هاد الزبناء شكون هما؟ كيكونوا رجال أعمال اللي كيكونوا مختصين في الديكور، مهندسين أو ما يسمى بليزارشيتك دانتيريور، لديكوراتور، المستوردين والموزعين، لأنه هذيك هي الوسيلة اللي كنقيسوا واحد الفئة عريضة ديال المستهلكين بطريقة جديدة.
اولا كنعرفوا بالمنتوج، ثانيا كان هذوك الناس اللي كنجيبوا كيعملوا البيزنس، لانه اللي مهم هو هذاك الشركه، لانه لما تاخذين كوموند، وهذا هو اللي وقع الحمد لله فيما يخص الدور اللي درنا في الخليج، في قطر، في الكويت، وفي الامارات، في دبي، وفي ابو ظبي، وكذلك في سلطنه عمان، وعندنا توجه، عندنا يعني اصفار جديده غادي ناخذوا هاد المنتجين الكبار الصناعه التقليديه للسعوديه، كذلك القطر للتهيئ لكاس العالم هناك، لانه كاين واحد العدد ديال 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 يعني ديال الطلب. فهذا توجه جديد اللي لما هاد الشركه كتاخذ ان كوموند راه بطبيعه الحال كتكون يا اما بطريقه لا سوتريتونس كتعطي للصناع التقليديين يكونوا فرادى ولا تعاونيات، اذا الكل كيستافد. ولكن هذه الطريقه اللي شفناها حتى لحد الساعه غاديه مزيان الحمد لله، وغادي نعملوها بديناها كذلك اضافه الى الشرق الاوسط، عملناها في روسيا، في بيلاروسيا، اوكرانيا، هذه 3 4 ديال الاسابيع، وغادي نستمروا وان شاء الله توجه امريكا الشماليه والجنوبيه. وجاوبوني شنو هو المنتوج ديال الصناعه التقليديه اللي كيتمشى اكثر ولا اللي عليه الطلب؟ كل شيء غير البلغه يمكن. كل شيء كيتمشى. اولا هذا ماشي سؤال فخ، غير لا عارف وصفي. لا لا بالعكس. الان اللي خاصكم تعرفوا سي تي جيني هو الثقافه ديال صار ديال الفن العيش المغربي، هذا سي نوفو تيرم لار دو فيفر ماروكان، اللي اليوم فرض نفسه كما كنتكلموا على لار دو فيفر فرونسي ولا لار دو فيفر ايطاليان ولا ميديترانيا، اليوم لار دو فيفر ماروكان حاضر، فحاضر بطبيعه الحال بالصالون المغربي، بالزربيه المغربيه، بالديكوراسيون ديال السقف المغربي، بالاتات المغربي. فهاد فن العيش بطبيعه الحال، هاد التوجه الكبير ديال السواح اللي جاوا المغرب وفيهم طبيعه الحال اللي استقر وفيهم اللي طور وجاب تصاميم جديده، فالحمد لله لو صالون ماروكان سيكسبورت في العالم باسره. يعني ما بقاش ان سول برودوي، لا ما بقاش لا تيير ولا البلغه ولا دابا هو سي تان اونسومبل. كنشوف واحد العدد ديال الفنانين، واحد العدد ديال رجال الاعمال الكبار في العالم كيعمل له صالون ماروكان، ف يعني هذا ولا امست ولا الضروره، حتى السقف ديالو المنقوش، يعني ماشي بالارض، حتى السقف كما كنقول بلي فوتوي بلي بوف، يعني هذا لار دو فيفر ماروكان الحمد لله كيتباع. وحيت كيتباع ماشي كيبيع غير هذاك لي زارتيكل، ولكن كنبيعوا حتى الصوره ديال المغرب، اذا حتى هذاك اللي ما عمرو جا المغرب وكيدخل نيويورك ولا واشنطن ولا البيرو ولا البرشلونه ولا فين ما يشوف ان صالون ماروكا كيشتاق باش يجي للمغرب، لانه كنبيعوا الصوره ديال المغرب ثقافيا سياحيا ومطبيعه الحال. مثلا هاد لاغ دو فيف ماروكا خص يمكن مجموعه ديال المسائل اللي تمشي معاه. مثلا واش عندنا في المغرب دي كونسيي اون ديكوراسيون ماروكان؟ كاينين بطبيعة الحال، كاين مغاربه وكاين كذلك اجانب، اللي كنطمحوا ليه من بعد الافتتاح ديال الاكاديميه ديال الصناعه التقليديه طرف صاحب الجلاله نصره الله، اللي عندها دابا سنه، واللي هي تجربه رائده على المستوى الدولي والمستوى العربي، اللي غتخرج ان شاء الله بعد 3 سنوات اطر من هذا العيار، اللي غادي بطبيعة الحال غادي يعلموا الجيل الجديد، وكذلك غادي يكون غادي يسدوا النصح، وغادي وهذا هذه حرف جديده اللي غتخلق في المغرب، علما بان الدخول لهذه الاكاديميه هو الشرط هو بكالوريا زائد سنتين سواء علميه او تطبيقيه. فهاد الشباب كيتلقاو دروس مزدوجه بين ما هو علمي وكذلك من بين ما هو عملي على يد معلمين كبار سواء في الزليش او في الخشب. فهذا هذه واحد المنتوج اللي هو جديد. هذا هو اللي بغيت نقول لك، ابناء الجاليه المغربيه حتى هما اللي كيهواو هاد الحرف التقليديه واللي باغيين يتعلموا، حتى هما عندهم الحق انهم يجيو يدخلوا لهاد الاكاديميه. معلوم الحمد لله ماشي على الاكاديميه اللي كاينه، كاينه واحد العدد ديال المراكز ديال التكوين، بحيث عندنا تابع لوزاره الصناعه التقليديه ما يقرب من 14,000 مقعد بيداغوجي في مختلف مستويات التعليم، التعليم بالتدرج، التعليم الوظيفي الى اخره، من يعني من التكوين ابناء الجاليه. عندنا مثلا اتفاق مع وزير
ديال التكوين المهني ديال والونيا اللي وقعنا السنة الماضية واللي على إثرو رسلوا واحد عدد من الشباب غنشوفوهم اليوم باش نقيموا هذه التجربة اللي تكونوا بالخصوص في الحرفة. كلهم من أصل مغربي؟ كلهم مغاربة، مشاعر من أصل مغرب، مغاربة وولاد الوالدين ديالهم وطبيعة الحال تزادوا هنا في بلجيكا، فتعلموا الحرف ديال بالخصوص ديال تدلكت اللي هي مطلوبة هنايا. فهادو مغاربة ولاد مغاربة اللي الحمد لله احنا كنعاونهم وحنا مستعدين لجميع الجاليات ديال المغرب باش نعاونهم، لانه كيف ما كان الحال يعني كاين طلب بالنسبه كتلاحظوا بلا ما كاين طلب ديال ابناء الجاليه انهم يرجعوا للمغرب ويتعلموا هاد الصناعه معلوم التقليدية. بالخصوص هذا كيوتلي وجه الصدر. ما تفاجئتوا انتما من اكتشفتوا هذا الامر؟ في الحقيقه تفاجات، ولكن الحمد لله اللي اتلج صدري هو يعني التتبع ديالهم الدروس ديالهم والتعلم في واحد الوقت وجيز والرجوع ديالهم بلجيكا، والان راه ما كيشتغلوا. انتما بالنسبه لكم هادو السفراء ديال الصناعه التقليديه؟ معلوم، حنا كل الصناع التقليديين نعتبرهم سفراء. انتما وزير ديال الصناعه التقليديه هذه واحد العام وستة سبعة ثمانية ديال الاشهر، شنو جبتوا جديد؟ شنو هي البصمه ديال السي عبد الصمد قيوح في ميدان الصناعه التقليديه؟ البصمه اولا الجديد هو نحاول قدر الإمكان يعني الذهاب بالصناعة التقليدية للوصول إلى الأهداف اللي معروفة، ولكن تسريع الوتيرة فيما يخص تكتيف الإنتاج، فيما يخص تحسين الجودة، فيما يخص تسويق، لأنه واحد من المشاكل الكبيرة ديال الصناعة التقليدية المغربية والتسويق، تسويق الداخلي وكذلك تسويق الخارجي. كل هذا لا يمكن أن ننجح فيه إلا ما ضمننا الجودة. إذن فيما يخص الجودة عندنا الشارة الوطنية واللابيل ناسيونال اللي بدينا فيه حوالي سبعة أشهر. يعني اللابيل ناسيونال دابا خلقنا واحد الشارة الوطنية اللي كيدخلوا لها الصناع التقليديين اللي كيت يعني باش الصانع التقليدي ياخذ هذا اللابيل خاصو يحترم واحد العدد ديال الشروط اللي كتضمن السلامه ديال المنتوج، كتضمن الجماليه ديالو، فمن ثم كنعطوا للزبون مزيد من الثقه في هذا المنتوج. لانه لا اخفي عليكم انه الصناعه التقليديه ديالنا كتعرض للقرصنه، كتعرض لواحد المنافسه غير مشروعه. اذا كذلك هذه هي السبيل يعني هي علامه الجوده. واحد من يشريها وفي هذيك البصمه لو لابيل، فيها لو لابيل يعني كيكون هاني يعني كوير معلوم ما فيهاش كوير وكوير با اسمه اللي مصبوغ بطريقه طبيعيه. كذلك ان العلامات ديال المنتوجات احاديه، مثلا البلغه الزيوانيه ديال الزرابي ديال كل منطقه، زربية الرباطية، زربية الفاسية، بدينا الآن زربية الوزقيتية ديال الناحية ديال تازناخت وفهم زقيد. هاد السنة كنا كنديرو مثلا خمسة ديال أربعة الزرابي سنويا، هاد العام غادي نفضو إن شاء الله كل شيء الزرابي القبلية ولا الزرابي الأمازيغية ديال كل شيء. فحال وقيتها البلغة المغربية ولا البلغة، مهم السوق المغربية عرفت واحد توافد كتير من الصين، واحد البلغة صينية اللي جات نفس البلغه المغربيه، يمكن على اثر ذلك انكم درتوا هاد فعلا لحمايه البلغه المغربيه الاصيله وحمايه المنتوج المغربي. لانه اولا هذوك البلاغي اللي كيجوا في الرخص ديالهم كيضروا، ما كيحترموش المعايير ديال السلامه، لانهم ديورين دي برودوي يعني اللي كيضروا بالسلامه. واش ممكن اننا نقارنوا البلغه المغربيه اللي الجلد كيدوز في دار دباغ وكيتصبغ بالميموزا بصباغه نباتيه طبيعيه، نقارنوها مع واحد المنتوج اللي دايز بالسكاي ودايز بواحد العدد ديال الماء؟ راه لا يمكن. ولكن حتى يمكن نهضروا على الصناع التقليديين، وانتم كتهضروا على المجهودات اللي كيبدلوها مع الوزاره ديالكم باش تعطوا واحد الجوده يعني في المستوى. ما نكروش عاود كاين شي صناع وحرفيين حتى هما فيهم شويه التخرويض وكيديروا غير كيحاولوا يدفعوا صافي هو الصناع عموما الصناع كلهم كيحترموا الحرفه، لان يعني الاحترام ديال الحرفه كما كتعلمون الصناعه التقليديه هي ارث، والاغلبيه ديال الصناع كيورثوها على والديهم. كاين بعض الدخلاء اللي كيبغوا ربما ماشي في الصناع، ولكن كاين في المسوقين، كاين بعض المسوقين
اللي يسمى الصناع زعمات بكل صراحة. المسوقين عندكم علاقة معهم؟ لأن هذوك هما اللي بعض المرات كيعطوا واحد الصورة مسيئة لا على الصناعة التقليدية ولا على المغرب، لأن الناس اللي كيجيو الكونتاكت اللي عند السياح مثلا في المغرب أو المغاربة مع الصناعة التقليدية هي عبر المسوقين البازاريس، وهذوك لي بازاريس وهذوك المسوقين بعض المرات كيدوبليو كيتريبليو الأثمان، كي بعض المرات أثمان خيالية هناك، يعني كيعطوا واحد الصورة مسيئة. هو مربط الفرس وتماك واحد طرف كبير من المشكل في هذا الإطار، وفي إطار الالتقائية ديال القطاعات احنا في تذكر بالخصوص مع زميلي وزير السياحة ووزير الداخلية وزير التجارة لحل هذا، ماشي حل هذا المشكل ولكن على الأقل وضع معايير جديدة لواحد العدد ديال البلدان. مثلا كاين ما يسمى ب لي ماغازا اغري، يعني انه هاد لي بازاريست اللي كيحترموا الشروط وكيحترموا الاثمان كنعلقوا لهم واحد لو سيرتيفيكا اللي كيكونوا في ذاك لو غيد انه كيقصدوهم السواح مادام كيحترموا هاد الشروط اللي كنقولوا. تقدروا ديروا حتى في المغرب معلوم، نحن حنا كنشتغلوا في هاد المساله، ودابا كتدخل السويقه بحال اللي داخل الغابه السيد وزير. 2014 ان شاء الله غادي، ان شاء الله غادي نبداو باول ان شاء الله. هذا يجي من واحد السؤال، الاثمنه ديال هاد المنتوجات ديال الصناعه التقليديه ماشي غاليه شي شويه السيد وزير؟ هو الاثمنه ما غالياش لانه انا كنعرف الصناع باش كيبيعوا، فربما الاثمنه كتغلى لما كدوز المرحله اخرى ديال اللي كيشتري ولو غروسيست ولو دومي غروسيست حتى لو ديتاي. ولكن الصناع التقليديين انا نقدر ناكد لك استيجيني بانه الاثمنه باش كيبيعوا ليست غاليه. كاين واحد لو سيستيم ديال لافيشاج دي بري او لا عاد باقيين؟ لان حتى هاد الطريقه كتدخل كتقول له بشحال، كيقول لك 3000 وتبقى تشطر معاه حتى هو كيعطي واحد الصوره كيخلق الشك عند المشترين، كيقول لك دائما هذه مساله. بعض المرات الناس راه كيجيو موصين كيقول له دائما اعطوا له نص ثمن. هو هذا الشيء ماشي مع الصانع التقليدي، كيكون بالخصوص مع لي بازاريست، ولكن فيما يخصنا نحن لانه كسلطه وصيه فيما يخص مثلا المعارض اللي كنقيموها مع مؤسسه دار الصانع كنفرضوا على جميع الصناع التقليديين، لانه حنا كيشاركوا معنا الصناع التقليديين ما كيشاركوش معنا التجار، كنفرضوا عليهم المشاركه مقرونه يعني بالاثمنه المعلقه هذه. يعني الواحد عنده يعني من الاحسن انه يجي يشري في صالون ديال دار الصانع لانه باش نعطوا واحد المصداقيه اكثر سواء في المعارض ديال الخارج او لا في الداخل، وكذلك حتى في المعارض الوطنيه، لانه وزارة عبر الغرف كتنظم معارض على الصعيد الوطني. هاد المعارض بالمناسبة سيتي جيني زد لها السنة الماضية 10% من الميزانية المخصصة لها، وهاد السنة كذلك 2013 ضفنا 10% رغم الإكراهات المالية، لأنه كان واحد الالتزام، ولكن هاد الالتزام مقرون بشروط اللي منها هذه المسألة ديال تعليق الأثمنة، منها زيادة في المشاركة ديال المرأة القروية، منها زيادة في المشاركة ديال الصانع القروي. إذن نحن في استمرار وغنبقاو إن شاء الله في استمرار ديال هذه الزيادة. بغيت نقول لك ملي كنسمعوا الصناعة التقليدية بغينا نعرفوا الرقم مثلا شحال كتشغل هذه الصناعة التقليدية في المغرب باش نشوفوا الأهمية ديالها. الصناعة التقليدية تنقسم إلى قسمين، اولا الصناعه التقليديه الخدماتيه والصناعه التقليديه ذات الحموله الثقافيه اللي كنذكروا عليها الان. هاد عطينا امثله غير باش يعني الخدماتيه مثلا. الخدماتيه سي لو كوافور سي لو طاير، يعني الخيط الكوافور داخل الصناعه التقليديه معلوم معلوم سي ان ارتيزان. لو بلومبي تاع لو بلومبي سي ان ارتيزان سي ان ارتيزان، لانه تعريف ديال الصناعه التقليديه هي كل خدمه اللي كتستعمل فيها جزئيا او كليا اليد. ومن طبيعه الحال الصناعه التقليديه ذات الحموله الثقافيه هي صناعه الزرابي وصناعه البراد والبلغاء، فهاد هاد القسمين الاثنين كيشغلوا حسب اخر احصائيه ديال 2004 2,500,000 مغربي ومغربيه. انا طرف بعض الزملاء ديالكم قالوا لي بان قبل ما تجيو لبروكسل كنتوا في بركان، وانا تفاجأت وشنو كديروا في بركان السي قيوح؟ لا زيارة عادية تفقد، لأنه عندنا زيارة مرتقبة صاحب جلالة نصره الله
اللي غادي ان شاء الله عدد من المشاريع الكبيره اللي سوف تعود بالدفع العميم والكبير على منطقه بركان، سواء في تورير، سواء في بركان، سواء في وجده. فكانت زياره عاديه اللي كانت فقدوا بها. كاين تماك شي مركز ديال الصناعه التقليديه في بركان؟ معلوم، صاحب الجلاله نصر الله السنه الماضيه دشن مركز ديال التكوين. هاد السنه سوف عندنا مركب ديال الصناعه التقليديه من اجمل ما يكون في بركان، كذلك بتورير، كذلك بوجده، وجميع انحاء المغرب عندنا ما يسمى بالجيل الجديد من من المجمعات الصناعه التقليديه اللي كنحاولوا نجمعوا فيهم البيع وكذلك التكوين، وبذلك نكون نقتصد فيما يخص البنايات. هنا كاين جالية كما قلت لي كتهتم بالصناعة التقليدية وكتشري وكتجهز الديور ديالها. واش يمكن تعطي لهم شي نصيحة باش من كيشريو كيفاش كيعرفوا بان ما هذا الشيء راه يعني السداري او لا الصالون او لا الزربية راه شي حاجة ديال الجودة، يعني من غير العلامة واش كاين شي تقنيات او لا خصهم يسولوا على العلامة؟ المغاربة المغاربة عايشين ومخلوقين مع الصناعة التقليدية. يكذب عليك شي واحد انه غادي توري لشي شي مرأة مغربية شي مولاة الدار ولا شي مول الدار ولو تكون وزير ولو تكون مدير، لا يمكن. هذاك الشيء اللي غادي يفهموا المغاربة الحمد لله، وهذاك هو هذاك هو اللي عظيم في الشخص المغربي سواء امرأة ولكن خصهم يقارنوا، خصهم يقارنوا المغاربة تبارك الله عليهم فيما يخص الصناعة التقليدية، كيعرفوا الدخل. انا براسي كنتعلم وباقي كنتعلم، وقت ما مشيت في الاسواق ولا في زيارات كل مره كتعلم اشياء جديده، سواء في لا فينيسيون، سواء في الاصل ديال الثوب ولا ديال الخرقه ولا النوع ديال الخياطه. فالمغاربه ما تخافش عليهم. الناس اللي بغاو مثلا هاد الشباب ولا العائلات اللي بغاو ولادهم يصيفطوهم يتعلموا عندكم الحرف ديال الصناعه التقليديه، مع من خصهم يتصلوا؟ كاين سيت انترنيت ديالكم؟ معلوم، كاين لو سيت ديالنا اللي احنا في اطار التحيين ديالو حتى يكون اكثر جاذبيه، وكذلك كاين المندوبيات اللي هي متواجده على صعيد المملكه، المديريات الجهويه والمندوبيات، يعني كل واحد في المنطقه ديالو مثلا في الحسيمه، في الناظور، في الناظور، في طنجة، في العيون، في اكادير، في تارودانت، في بلا ما يطلق يقول لك غادي نمشي للرباط ولا غير في المنطقه ديالو يمشي للمندوبيه ديال الصناعه. كل منطقه احنا مثلا غادي نحن بصدد فتح المركز ديال وجده اللي هو جا واحد العدد الاحياء هامشيه، هنا التسجيل مفتوح. فبالعكس احنا كنطلبوا كل واحد في المنطقه يسول على مندوبيه الصناعه التقليديه. دار الصانع شنو هي اللي كاين؟ دار الصانع عندكم تابع للوزاره، شنو كدير بالضبط؟ دار الصانع هي المندوبيات هضرنا عليهم، الوزاره، وكاين دار الصانع. دار الصانع هي اليد اليمنى للوزاره فيما يخص التسويق على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. الذراع المسلح ديالكم؟ الذراع المسلح اللي كيتكلف بلا كوميرسياليزاسيون، وكذلك فيما يخص الاشهار، فيما يخص التعريف بالمنتوج على المستوى الداخلي والخارجي. حنا عندنا غادي نختموا بها سي قيوح، عندنا واحد الجاليه مهمه امازيغيه كاينه في بلجيكا، الا بغيتي شي كلمه بالامازيغيه ولا تقولها لهم على الصناعه التقليديه باش تشجعهم انهم مرة يعني بعدا إن بقيو نربي كما يقال، إن بقيو نربي، عرفتي شنو هي؟ لا ضيافين الله هذه داركم ونحييهم تحية خالصة ونقول لهم أزول فلاون وتدقات مباركيت. كانت هذه الكلمة الأخيرة ديال سي عبد الصمد قيوح وزير المغربي ديال الصناعة التقليدية. كنشكركم على تلبية هذه الدعوة، وأنا إخواني أخواتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني تورك. مع السلامة.